Now it's time for our daily Quran with Brother Mustafa Ali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you today? Alhamdulillah, how about yourself? Alhamdulillah, good, thank you. Yeah, we're doing very well. And again, we're very much looking forward to the next part of Al Imran. I believe in the last episode you did verses 26 onwards. Today is going to be again Al Imran and verse 84. Yeah. Okay, inshallah. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم.